question. إخواني أخواتي، السلام عليكم. في الهواتف الجديدة التي تدعم تشغيل بيانات الاتصال والمكالمة الجارية، أظن أنكم فهمتم ذلك، وهذا يعني أنني حين أكون في اتصال أو أتصل بشخص ما، المكالمة جارية وأنا أستخدم البيانات الخلوية، أي بيانات الاتصال، أي لدوني موبيل، تشتغل عادي كما هو الحال بالاتصال، كما هو الحال إذا اتصلت بشبكة واي فاي. وهنا ستصادفكم مشكلة، وأنا صادفتني في هاتف سامسونج J6 2018، وهذه المشكلة كالتالي: إذا كنت مشغل بيانات الاتصال أو لدوني موبيل على السيم 1، أي البطاقة سيم الأولى، والبطاقة الثانية، يعني إذا كنت مشغل بيانات الاتصال لدوني موبيل في السيم أو الكارت سيم الأولى أو العباس الأولى، هنا يحدث، هنا يروح لي الريزو في البيس الثانية. دونك إذا كنت أنا مشغل بيانات اتصال 24 ساعة، يعني الجماعة اللي عيطوا لي في موبيليس، أي لابيس الثانية تاعي، دونك أنا نحكي على الهاتف تاعي، ما يحكمونيش، يعني يحكموني غير في غالب الأوقات، في غالب الأوقات ما يحكمونيش، يحكموني غير في يعني بعض الأوقات فقط راح يشدوني إذا كانوا اتصلوا بيا. دونك أنا كانوا شكاوا لي بزاف ناس ما راهمش يشدوا فيا كي عيطوا لي، دونك دائما خارج مجال التغطيه، خارج مجال التغطيه. انا كنت نحوس على هذا المشكل، واليوم اكتشفت انه اذا وضعنا، يعني اذا ذهبنا الى، رحنا مثلا الى البارامتر هنا، نروحوا ريزو موبايل، ريزو موبايل هنايا مود ريزو سيم 1 4G 3G 2G كونيكسيون اوتوماتيك، وثانية مود ريزو سيم 2 2G انيكمون. هنا لو لاحظنا في شريط الاشعارات او لابار دو نوتيفيكاسيون، نجد 4G سينيال مويا، اللي هي راني مدايرها انايا لابيس الاولانية، انا نستخدم لي دوني تاع لابيس الاولانية، مدايرها 4G 3G 2G كونيكسيون اوتوماتيك، راهي 4G سينيال مويا، وثانية سينيال اكسين. لاحظوا معايا هذا هو الحل. دونك اذا درت لابيس الاولى تاعك اللي تخدم بها لي دوني، درتها 4G، الثانية ما ديرهاش 3G وما ديرهاش 4G، ولا درت لابيس تاعك الاولى اللي راك تخدم بها تخدم بها لي دوني، لو درتها 3G الثانية ما لازمش ديرها 3G. دونك اذا انا على الاول كنت دايرها، يعني كنت مبوزيها في 3G، ما مخليهاش باش تهبط لي لا كونيكسيون اوتوماتيك اذا راحت لا كونيكسيون او ضعفت. كنت داير لابيس الاولى تاعي 3G، ولابيس الثانية كذلك دايرها 3G، بما انه قلت اختراق اخرى كي نعبئ راس الانترنت، معناتها نحول فقط ما بين لي سيم على سيرفيس تاع لي سيم، سيرفيس دو سيرفيس دو دوني في لي سيم، نحولهم بين سيم 1 و سيم 2. هاد الميزه انا الكل تعرفوها. دونك اذا غيرت مود ريزو سيم 1 نديرو 3G انيكمون، وهذا مود ريزو سيم 2 نديرو 3G انيكمون كذلك. 3G وي، نحولو 3G، هكذا مود ريزو سيم 1 3G ومود ريزو سيم 2 3G. هنا دروك نلاحظو نقص في الإشارة، 3G بلس سينيال مويا اللي كانت قبيلة 4G سينيال مويا، وهذيك اللي كانت سينيال اكسينو شوفوا كيفاش رجعت، اوكان سينيال اخوتي الكرام، يعني هذه بالتجربه، والناس اللي راهم يشاهدوا في الفيديو راهم شوفوا في شريط الاشعارات هنا اوكان سينيال. لو رجعت لابيس الاولى تاعي كيما كنت نخدم بها، نرجعها 4G
Oui. هاي رجعت هنا 4G 3G 2G اوتوماتيك وثانيا نعاود نهبطها حتى دوك هنا راهو جرزو ولكن قليله لانه علاش قليله دوك نقول لكم ها هنا راهو رجع 4G سينيال مويا وسينيال مويا لو نهبط السيم دو اللي هي مانيش نيتيريزي في لي دوني موبيل تاعو حنهبطها للدو جي راح يزيد يطلع هذوك هنا ستيلنا راح يبقى يطلع ما بين راح يبقى يدور ما بين مايا وسينيال اكسيلون هنا نهبطو دو جي انيكمو لاني مانيش نحتاجو زعما انت راني مخليه غير للاتصالات راح نهبطو للدو جي هنا راح يقول لي سينيال اكسيلون وما يهبطش هنا ستا سيم دو هنا راح يبقى سينيال اكسينو وما يهبطش راح يبقى غير هكذا معناتها الناس كيعودوا يعيطوا لك يحكموك في اي وقت وما كاش مشكل حتى ولو تكون ماكتيفي لي دوني نتا لابيس الاولى وراك تيتيليزي في تليفون ويعيطوا لك في البيس الثانيه راح يشدوك عادي المهم ما يكونوش لو مود ريزو دو دوني موبيل تاع لي بيس في زوج كيف كيف دونك لازم تكون الاولى 4G 3G 2G كونيكسيون اوتوماتيك ولا ديرها 3G انيكمو البيس الثانية اللي ماراكش تيتيليزي في دوني تاعها لازمك تهبطها لازمك ديرها 2G انيكمو نتمنى انكم فهمتوا المشكل وفهمتوا الحل وفهمتوا تجربتي مع لي سمارت فون هادوما الجدد ان شاء الله اذا اي واحد فيكم صادفتوا المشكلة يصيب الحل عندي في هذا الفيديو نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته